هذا ما ضمن وصيك اسمع لي انكاتك طيع الوالد بني عليك تزيان تزيان لك الحالات وتسعى الخيرات حتى اليوم الممات تعيش كي السلطان هما اسباب حياتك طانا لها رضاوك يرضى عليك اني خلقت براق لديا عانا فكلامهم ساعدهم متهدهن اعم بلهاك لا تعصى عم وصانا الرحمن رضاتهم سهل عند اللي يكون عقل إليهم مخفض جانا حذب الكيس صبيان أدعي الله يرحمهم وصانا عليهم من غيرهم في الدنيا ما عندنا الصدقان ما يقولوا لك سعدهم يا ابن دم لا تدير فيهم ريان ولا تطيع نسوان إلا كان غضبوا عاصيهم ما كان صبوا ولو يسلك حزابه العلم مع القرآن ولو يزور الكعبة ويتوبى الفلوبة يصلي صلاة المكتوبة ويصوم رمضان ولو يجاهد ويكون على الظهر عابد ولو يصدق ويمد ويكسي العريان اسمع أمر الوالدين وسخوط الوالدين ودا يوم القيامة الله تعالينا به لا رحمة لك عندي ولا شفاعة لك عند محمد رسول الله مرضي الوالدين منور قدام رب العالمين اسمع لكان غضب عاصيهم ما كان اشطب ولو سلك حزاب العلم على القرآن ولو يزور الكعبة ويتوب على الكتوبة يصلي صلاة المكتوبة ويصوم رمضان ولو جاهد ويكون على الدار عبد ولو يصدق ويمد ويكسي العريان هذا جاوز رشيد ونصر الدين راني راضي عليكم بالدنيا وفي الأخيرة شهود الدنيا وشهود الأخيرة ولو جاهد ويكون على الدار عابد ولو يصدق ويمد ويكسي العريان يا ويحمل عصاهم طول حياته يعيش نادم وجهه يغيم في دار الدنيا ويشيان غدوة نهار الصعب خلقه عليه يغضب أهيا بنادم حارب وتقين ميرانا يا عم قباك يا مرضي الوالدين الوالدين حنان عصيهم الله ما يربح قبل الموت يبان في الدنيا يبقى يتمرمد اكثر له المحان بلوات عليه تهود يغشوه الجيران طمرته تزيد تذلو العيطة تسبب له كي يدخل تخرج من الدار والخيان يكونوا قربو واللي يخدع الامانات الا بغيت تنجم عذابه ما تغضبش امك وباك ما تغضبش امك وباك امر الوالدين يسمع اسمع لي وخمم أطيع الوالد الدنيا عليك تزيان غدوة نهار الصعب خلقه عليه يغضب أبنادم طاقي النيران أبنادم نوصيك اسمع لي وخمم Oh,
خضوان عار الصعب خلقوا عليه يغضب ابنادم حارب وتقين نيلان ابنادم موسيك اسمع لي وخمم اطيع الوالد الدنيا عليك تزيان 14 آية رد ذي وصايا من عند آل العليا وشب الكهلان 14 آية للوالدين ذي وصايا من عند آل العليا ما هو شعب كهان من طاع للوالدين مجح بالداري في الفان يا زين وفي الأخير الجنة للوالدين ذي وصايا من عند آل العليا ما هو شعبت كهان من طاع للوالدين نجح بالداري في الفان يا زين وفي الأخير الجنان رضاتهم محنينة في همسهم جنة بها العبد استغنى بالداري المضمان بها سكسينا وربحنا رضا وعنا إذا كان غنينا باش نفيقوا الغفلان هكذا حمدت منا في الدنيا تهنا ربي يحفظنا فرضات الوالدين اللي احنا عنا يا بنادم نوصيك اسمع لي تهنى يا بنادم نوصيك اسمع لي يا بنادم نوصيك اسمع لي تكيك اسمع لي نكاكي اطيع الوالدين الدنيا عليك تزيان تزيان ليك الحالات وتسعى الخيرات حتى اليوم الممات تعيش كي السلطان